هاي اجل عمل لك العليم منجمة ترجع بسم الله. لا الحمد لله يا ربي، كانت زيارة مباركة والله يجعل ربي يقبل منا، وطلبنا ربي للبلاد وللعباد. شكرا الدولة الجزائرية وعلى رأسها عبد المجيد تبون، ونوجه بهذه المناسبة ثاني السيد الوالي ومندوبية الحارس البلدي ووكالة تيهرة للسياحة والأسفار على المجهودات المبذولة، ونشكرهم جزيل الشكر. الحمد لله، أدعينا للبلاد والعباد والإخواننا في فلسطين، والله يرحم شهداء غزة، وتحية الجزائر. الحمد لله، وكثر خير دولتنا وقدمتنا الهدية، كثر خيرها ويخلف عليهم. الحمد لله، اليوم نشوفوا المعتمرين الخدمات الاجتماعية للحرس البلدي راهم لحقوا الوكالة وفرحانين، وكاع رانا فرحانين بهم، ربي يتقبل منهم إن شاء الله وربي ييسر لهم إن شاء الله بإذن الله. والحمد لله يعني كانوا فوتوا إقامة تاعهم في مكة المكرمة فندق قريب الحرم، وفي مدينة منورة فندق 5 نجوم، وكان عندهم الإطعام في مكة. والحمد لله كان لنا الشرف أننا خدموا هذا، وراهم كانوا مجاهدين يعني جاهدوا في العشرية السوداء، وكان لنا الشرف حنا ربي راه وفقنا وكرمنا باش نخدموا هذا يعني هذا المجاهدين. أنا دائما نقول لهم مجاهدين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.